عليكم، معكم كرمياش ورجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو عن براول ستارز، طبعا تجربة التحديث الجديد. اسف اني تأخرت عليكم، بس السبب لانه ما حداش مشترك، تركت القناة شوي عشان بلكي يصير عندي 50 مشترك او 30، بس ما حدا مشترك. ان شاء الله انتم توصلوا لنا، ان شاء الله توصلوا لنا 50 مشترك. يلا نلعب بالجاين. قبل ما نلعب بدي اورجيكم الاشياء الرائعة. شو صار المود الكرو؟ شوفوا حتى اضافوا سلاسل بجيبه، وكمان وراه صارت قطة. حلو، وعينه حلو كثير. سيرج، نشوف سيرج. سيرج خلنا نشوفه. اول ليفل، هذا اول ليفل، شوفوا طلع ثنتين. ثاني ليفل، سرعة سرعة بس. ثالث ليفل، خلنا ندمج. ثالث ليفل، مدى طويل. رابع ليفل، احلى ليفل، بيتغير شكله كمان، بصير يضرب اربعة، اشي فاخر على الاخر. يضرب سيرج، خلنا، حتى في تعابير ضافوا، احلى اشي التعابير. لازم، بس المشكلة لازم تربحهم ببطاقة التعابير. خلنا نطلع ونورجيكم، نجرب كروت، لأنه ما جربناهوش. غيروا شكل خناجره، غير شكل خناجره. ما شاء الله على النقطة. واستنوا شوي ورجعنا يا شباب، وبحساب ديث جيمر بدنا نلعب لنا شوي بكرو كم جيم، وان شاء الله نفوز ان شاء الله. ونسينا نقول لكم انه رابحين الجهازين، سم الابطاء ومعزز الدفاع رابحينه. ديث جيمر اللي راح، مش انا، سوري. خلنا نضرب، لو انه هو ماكسو لكرو بس ضايل له قدرات خاصة. ويلا بس نلاقي اعداء، يلا نلاقي، يلا هذاك ليون. خلنا ندمج، لحمنا، لا لحمنا. ديم في التاب، كمان جيم ان شاء الله نفوز بيه. ان شاء الله نفوز بهذا الجيم. هذيك امس خلنا نقتلها، هذاك الشرس. يلا يلا تعال، ايوه دمجناه دمجناه يا شباب. طبعا غلطتوا، في فيديو عن ديف جيمر تفتيح باكيجات، اذا بتحبوا تفتيحات الباكيجات في عن ديف جيمر فيديو واحد. هذاك كثير غضب، خلنا ناخذه ونمشي نفتش. لا لا اسفين انه ما وطينا، بس يلا نكبس خروج. ويكون انتهى الفيديو، اتمنى انه يكون يعجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وخلص الفيديو.